ستشمل حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد التي أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل إطلاقها العديد من الفئات الاجتماعية خاصة تلك المتواجدة في الخطوط الأمامية في التعامل مع الفيروس. وكشف بلاغ للديوان الملكي صدر عقب جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس نصره الله مساء اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط أن هذه العملية ستغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة حسب جدول لقاحي في حقنتين. وأضاف ذات المصدر أن الأولوية ستعطى على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية وخاصة العاملين في مجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة. وأشار ذات البلاغ إلى أن هذه العملية الوطنية الواسعة النطاق والغير مسبوقة تهدف إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره،